السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحصريا على قناة الطبيعة والطيور، دخول طيور بالجملة إلى سوق خميس من شريط المملكة العربية السعودية بجنوب المملكة. بطبيعة الحال ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الكوكتيل والأسعار منافسة جدا بالجملة. الزوج هنا، الزوج 250 ريال للزوج. الباجي 140 ريال، 250 يعني 50 درهم مغربية للكوكتيل. الباجي أو البيروش 140 للزوجين، 280 درهم مغربية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد، اللهم بارك وزيد. الزيبرا، اللهم بارك وزيد كذلك. لم أسأله على الزيبرا بصراحة. بسم الله ما شاء الله. طائر الرز أو الرز ما شاء الله، وأظن أن هذه الفراخ صغيرة يعني، لازالت صغيرة. تحياتي إلى كل من يدعم هذه القناة عبر تعليق ومشاركة في القناة وكذلك إعجاب، وأكون شاكرا لك أخي الكريم إذا شاركت هذا الفيديو مع صفحات أخرى. فهذا المحتوى محتوى كله يرضي الله سبحانه وتعالى، ليس فيه أي شيء يمس بكرامة الإنسان أو ينشر التفاهة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. وأشكر جميع الإخوان الذين شاركوا في هذه القناة، وأنا أسميها عائلة، هذه القناة قناة عائلة ما شاء الله تبارك الله. دجاج، حمام، أنواع للدجاج، أنواع أستحي أن أصور لأن هناك حرم امرأة تجلس هنا، أرانب وكذلك حيوان الوبر، بيض كما تلاحظون هناك بيض، هذا البيض البلدي 30 ريال على البيضة، يعني 60 درهم فن 30 ريال يعني 60 درهم مغربية. ما شاء الله هنا الأرانب، هناك طائر السمان يبدأ سعره أو ثمنه بخمس ريال 10 درهم مغربية. الإخوة المغاربة الموجودين عندي هنا بالقناة أثبت وجودكم، جزاكم الله خير. حيوان الوبر، ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأرانب ما شاء الله، الأرانب الصغيرة البلدي يبدأ بخمسة وعشرين ريال، يعني 50 درهم مغربية. هذه أرانب مستوردة، طريقة الأذن يا أخي الكريم، ميزها طريقة الأذن، هناك أذن تميل وأذن على مكانها. بيض البلدي ما شاء الله، الإخوان هنا ينتجون ما شاء الله، اللهم ارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك وزيد. بسم الله ما شاء الله،
ديك الرومي هناك بخمسين، مئة درهم مغربية، هناك مئة درهم مغربية، هناك 140 ريال سعودي، 280 درهم على حسب الحجم والسلالة. كلما كبر حجم الديك الرومي كلما زاد سعره. الفيومي هذا أرانب مستوردة كذلك. هناك أمريكي، الأبيض أمريكي والملون فرنسي. بسم الله ما شاء الله. وكذلك كما قلت لكم هنا تبدأ 100 ريال، 70 ريال، 100 200 درهم مغربية، و70 140 درهم مغربية. عفوا، 100 هي 200 درهم مغربي، و70 هي 140 درهم مغربي. بسم الله ما شاء الله، الله مبارك. ونسيت أن أبارك لكم أخواني الكرام، كل سنة وأنتم بألف خير. اللهم أهل علينا رمضان بالصحة والسلامة واليمن والبركات يا أرحم الراحمين. ما شاء الله الأعشاب خاصة للأرانب. ما شاء الله. لازلنا يعني الإخوان، لازلت أطالبكم يعني الإخوان، لمن لم يشترك معنا في القناة يشترك معنا في القناة، يفعل خاصية الجرس حتى يصله كل جديد. أعطينا تعليقات، إعجاب، لا تبخلوا علينا، جزاكم الله خير. فضلا وليس أمرا بطبيعة الحال، أنت أخي الكريم مخير ولست مصير، فلا أحد يجبرك على شيء، ولكن أنصحك أن تدعم كل محتوى نظيف، كل محتوى هادف المرجو دعمه، وجزاك الله عنا كل خير. فهذه الأيام نرى أن التفاهة كثرت، لهذا المرجو محاربة هذه التفاهة. ضغطت زر فقط، إذا أردت أن تحارب التفاهة ضغطت زر تبليغ، ارفع بلاغ وانتهى الأمر. ما شاء الله، الحمام الباكستاني موجود بكثرة، ما شاء الله تبارك الله. هذا حمام فرنسي، وأظن أن هذه فراخ وليست كبيرة. هذا حيوان الوبر، سبحان الله، هذا شكل آخر ونوع آخر، ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا معي الفرق بين هذا وذاك، الذي يوجد على اليسار شكل والذي يوجد على اليمين شكل آخر، سبحان الله. هذا الحمام القمري، ما يسمى بالمغرب بريكري أو اليمام، سبحان الله. هذه رسالة لبعض الإخوة، بعض الذين لهم محتويات في المغرب، المر تسمية الأسماء باللغة العربية أو حتى بالأمازيغية، لا يهم، المهم بالهوية المغربية. جزاكم الله عنا.
كل خير. الباجي وكذلك حبات من الكوكتيل هنا. ما شاء الله، فلا داعي لذكر الأسماء بلغات أخرى أجنبية. الرز أنواع وأشكال، سبحان الله، سبحان الخالق. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك كريم يوم القيامة إن شاء الله. ألها ماستر، هذه سورة الفئرة عنا. ما شاء الله، فالبعض منها تحت التبن. هذا الحيوان يفضل المشاكل، يعني تجده تحت التبن. إخوة أصحاب الحمام، أعطونا أسماء هذا الحمام جزاكم الله خير. أنواع ما شاء الله. الحمام الرقاص، أو الحمام يسمونه في المغرب الطوسي، وكذلك له. هنا الأعلاف، هنا الأعلاف وحبوب الباجي مثلا. هنا حب الباجي، ما شاء الله. الباجي يبدأ بخمسة ريال، يعني 10 درهم مغربية. هذه بذور الشمس، هذه خاصة بالكوكتيل والروز والببغاء، ما شاء الله. كذلك تبدأ ب15 ريال، يعني 30 درهم مغربية. هذا حبوب الكوكتيل الخاصة بالكناري، كذلك تبدأ ب15 ريال. هذه البريق، هناك بريق خاص الباجي وخاص بالكناري، كذلك يبدأ ب10 ريال، 15 ريال، 30 درهم. هنا المكعبات السيكاليم تبدأ ب15 ريال، 30 درهم مغربية. هنا حبوب الممزوجة، القمح والذرة خاصة بالحمام، كذلك 15 ريال، خاصة بالأرانب. الأرانب ما شاء الله، تبارك الله، اللهم بارك وزيد. كل شيء موجود في هذا السوق، والأثمنة جد معقولة. يعني فنحن هنا في هذا البلد نحترم هذه الأنظمة، نحترم التنوع، نحترم الثقافات. الحمد لله نعتبر هذا الوطن وطننا، نحترم هذا الوطن ونحترم الإخوة الكرام بصفة عامة من جميع الجنسيات على الرأس والعين. إخواني الكرام، لكم منا كل الاحترام والتقدير. قبل أن تكون لنا جنسية فنحن مسلمين، فالإسلام ليست له جنسية، الإسلام للكل. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأبارك لكم هذا الشهر الفضيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وشمل جميع المسلمين، وأن يرزقنا ويرزقكم من فضله ومنه ورحمته علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا السلم والسماء السلام والأمن والأمان، والحمد لله ورحمة الله، والحمد لله يا رب العالمين على نعمة الإسلام. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على نعمة الإسلام. هذه عائلة، عائلة الدجاج، هذه عائلة ما شاء الله، تبارك الله. فالمرجو إخواني الكرام دعم هذه القناة بتفعيل زر الجرس الاشتراك حتى يصلك كل جديد. وأظن أن هذا الكتاكيت، أظن أنهم من سهولة الباكستان، يعني باكستاني، ما شاء الله تبارك الله. هذا مشكل جي، هذا يدور على مشاكل. شوف ما شاء الله تبارك الله. الدجاج الياباني، هذا هو الدجاج الياباني القزم. هذا دجاج قزم، دجاج صغير. هذه من طيور الزينة، حصريا على قناة الطبيعة والطيور.
هذا دجاج الياباني، دجاج صغير قزم لا يشبه بقية أنواع الدجاج. لاحظوا معي الفرق، لاحظوا معي هذا الديك وهؤلاء الديكان اليابانية صغيرة جدا. الحمام بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد، ما شاء الله أنواع الحمام هنا. هذا أخ مختص في أنواع الحمام، الحمام الرقاص والفرنسي ما شاء الله تبارك الله. هذا حمام رقاص يسمونه الشمسي ويسمونه الطوسي على حسب ثقافة البلد، ولكن هذا ينقصه شيء واحد فقط، عندما تراه ماشيا تحس أن هذا الحمام يظن أنه ملك أو أمير يتمشى بروتوكول. لاحظوا معي تنقصه، ما شاء الله هنا، لاحظوا معي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. كما قلت ترى هذا الحمام يتمشى بروتوكول، لاحظوا معي بروتوكول، ينقصه السجاد الأحمر فقط وميكرو من الميكروات حتى يلقي علينا خطأ. ما شاء الله تبارك الله الرحمن. بسم الله ما شاء الله، لاحظوا معي، سبحان الله سبحان الله، جمال هذا الحمام سبحان الله. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة إن شاء الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الجنة واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم نسألك حسن الختام، اللهم نسألك حسن الختام وأنت أرحم الراحمين. اللهم اقض الدين على المدينين، اللهم اقض الدين على المدينين، اللهم اقض الدين على المدينين ويسره على المدينين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملنا وشمل جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأنت أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذنك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك التي وسعت كل شيء وأنت أرحم الراحم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنت أرحم الراحم. تحياتي للإخوان، مرجو دعم هذه القناة، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل الخير. ما شاء الله تبارك الله، آلاف موجودة بشتى الأسعار. المرجو دعم هذه القناة وشكرا لكم إخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.